جزل المعاني صغتها باسم ام ماجد سقتها وكل المدايح قلتها بها الطيبة والغالية ام ماجد ام الصقور وصيتها عود وبخور في مدحها ما بيقصر ام المعاني الوافية على الوفا على النقا صيت ام ما قد ارتقى وطبعها الطيب انتقى هذه الكريمة الغالية جزل المعاني صغتها باسم ام ماجد سقتها كل المدايح قلتها بها الطيبة والغالية جزل المعاني صغتها باسم ام ماجد سقتها كل المدايح قلتها بها الطيبة والغالية ام ماجد هي ام الصقور وصيتها عود وبخور في مدحها ما في قصور ام المعاني الوافية على الوفا على النقا صيت ام ماجد ارتقى وطبعها الطيب انتقى هذي الكريمة الغالية فخر 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 ومدح ام ماجد فخر شيخ المقام البخر والمرجلة بالفعل محد يجهلا سطر مواقف مذهلة وفعولها المثالية واشواق لا منها قبالت كانها القمر يوم اكملت كل الخصال اتكملت واخلاقها اللي عالية عين المها عطر الورود جمالها فوق الحدود هي بنت عز وبنت جود واشواق مهرة غالية بنت النوامس الكرام وبنت عالين المقام اميرة في عرش الهيام فيها المثال كتاب له سيرة رهاوية سلطان يا خير العظيم يا راعي الصيت الفريد في مدحك احتار القصيد ووزنه المترامية سلطان في الطبع اصيل معروف بخصاله نبي في ثبوته ما يميل مثل الجبال الراسية عزام حي الله نبا شامخ وعالي مستوى عالي ومعروف بطوفة وكل فعوله سامية جذل المعاني صغتها باسم ام ماجد كل المدايح قلتها بها الطيبة والغالية ام ماجد هي ام الصقور وصيتها عود وبخور في مدحها ما في قصور ام المعاني الوافية على الوفا على النقا صيت ام ماجد ارتقى وطبعها الطيب انتقى هذي الكريمة الغالية فخر 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 ومدح ام ماجد فخر شيخ المقام المعتبر راعي النوايا الصافية رمز البخر والمرجلة محد يجهلا سطر مواقف مذهلة وفعولها المثالية واشواق لا منها قبالة كانها القمر يوم اكملت كل الخصال اتكملت واخلاقها اللي عالية عين المها عطر الورود جمالها فوق الحدود هي بنت عز وبنت جود واشواق مهرة غالية بنت النوامس الكرام وبنت عالين المقام اميرة في عرش الهيام فيها المزايا وفيا اشواق عالي شانها يوم الصقور اخوانها والقاف كل وزانها عزاها توف الوافية هو ماجد الصقر المهاب بشموخه يساوي الساحه ما يكفي وصوفه كتاب له سيرة رهاوية سلطان يا خير العظيم يا راعي الصيت الفريد في مدحك احتار القصيد ووزانه المهاب